المشكلة مو مشكلة الوزير بأن استلم بهالفترة، يعني قانون الرواة، قانون رقم 6 لعام 2013، قانون مجحف بحق الرياضيين، وأكو فقرات قانونية وأكو أمور تخص الرواة. لا تجي على قانون العلاج المجاني، احنا عملنا به والله وفقنا وقدرنا نوصل يا وزير الصحة ويا مدير صحة بغداد الرصافة بهالموضوع. بس اكو شغلة مهمة بهذا الموضوع، هي العلاج بداخل وزارة الشباب، يعني بالطب الرياضي، يعني من يجي الرائد والبطل يطب يتعالج ويطب، يعني اقل شيء اذا ما دفع من مبلغ فد 60-50 ألف يدفع. هذه وزارة الشباب لازم دور كابتن عدنان دوجال. وين انتم عدتم رسالة عتب للكابتن عدنان دوجال اللي هي وليش؟ هي وليش؟ انا اقول لك هي وليش. المفروض من وزارة الشباب ان الرواد والابطال، تعرف هم كلهم تعبانين وكلهم ناس ما عندهم علاج وما عندهم، يعني من يروح الرائد بوزارة الشباب بالطب الرياضي يسوي فحوصات يدفع مبالغ زين. شنو دور الوزارة بهالأمور هذه؟ من يجي الرائد والبطل يدفع مبالغ، مبلغ 50-60 ألف توصل الإشاعات وال، يعني احنا نطالب معالي وزير الشباب والرياضة ان يفعل دور الرواد بان ينعفون الرواد والابطال من مشكلة المبالغ اللي يدفعوها. موضوع الاراضي، واكو محافظات طبعا استلموا، واكو مؤسسات تحركت، وعندنا مؤسسة الشهداء اللي هسه قاموا وقدموا كتاب بان الشهداء بان يستلمون، ماكو تخصيص مالي، تخصيص اراضي، تخصيص اراضي هسه ببغداد ماكو. البديل مالتها هو تخصيص مبالغ بدلا عن قطعة الارض زين. مؤسسة الشهداء قدموا وحصلوا موافقات وراح يستلمون وقسم. انت تتكلم حاليا على مؤسسه الشهداء كمثال تقصد؟ مثال لوزاره الشباب طبعا. احنا دور الوزير الشباب هو لازم يتحرك، منصب وزير يعني يقدم لمجلس الوزراء يعني اما قطعه ارض او 50 مليون، مو 50 مليون، يعني توصل تتقدر بقيمه الارض، مبالغ تتوزع للرواد. وهسه قامت مؤسسة الشهداء وقوائم وكملوا أمورهم. هي هذه منحة، منحة حالها حال المبالغ اللي يستلموها الرواد، يعني المنحة مثل الهدية. يعني من يجي رائد يستلم منحة إذا كان متقاعد وإذا كان بالوظيفة، هاي منحة حالها حال يعني قطعة الأرض. هسه أكو رواد يعني توفوا وما حصلوا عوائلهم، وعلى مستوى أبطال دوليين وعالميين. طبعا كابتن عدنان دوجال رجل رياضي ورجل يعرف، وهو من الرواد، يعني من الشغلات اللي ضرورية بأن يسعى بتقديم مطالبات الرواد لمجلس الوزراء، حتى إذا ما حصلت الموافقة بس أنت سويت فد شيء وتنحسب لك للتاريخ بأن أنت راعي للرواد أخوتك. طبعا أنا بهاللقاء أشكركم وأشكر قناتكم الكريمة، وأشكر أخي طه برغيف. إحنا سعينا مع الأخ طه برغيف بمساعدة الرواد المرضى والمحتاجين.